انا اختي مش هتتجوز شفقة، وانا برضو ما ارضلكش انك تبقى دواء الجرح قديم. هو انتوا ليه بتتعاملوا معايا على اني عيله صغيره او مجنونه؟ صدقيني ريم، لاخر مره انا وعدتك اني راح ساعدك. اسمي مجدي، مجدي مش خالد. انت عندك حل من اتنين، تقولي الورق فين تخرجي من هنا على طول، مش هتقولي هتفضلي قاعده مأنسانه شويه. ما بقدر بقى اعمل شيء. يعني ايه يا ريم؟ كلامك ده مش مريحني. هو في حاجه حصلت؟ مجدي عمل لك حاجه؟ لا طنط، انا اسف. يعني كل اللي كنت بفكر فيه ان احنا نفرحك انت وخالد برجوعنا انا وهي، بس ده ما كانش هيحصل يعني غير لما حزننا على عم ياسين الله يرحمه يعني ينتهي. يا ابني الحزن في القلب،